بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أخبار بلدنا. طبعا ما نقدرش نتعدى ذكرى 6 أكتوبر المجيد. إحنا في الذكرى 47 لحرب وانتصارات أكتوبر المجيدة، واللي كللت فيها القوات المسلحة المصرية والشعب المصري قدم يعني كل التضحيات من أجل إعادة الأراضي المغتصبة من الأراضي المصرية. كل التهنئة وكل الفخر وكل الاعتزاز بالقوات المسلحة المصرية. عاشت مصر حرة أبية، عاشت مصر بقواتها المسلحة، عاشت مصر بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل التهاني من برنامج أخبار بلدنا لكل جموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى 47 لحرب وانتصارات أكتوبر المجيدة. النهاردة يا جماعة احنا يعني في البرنامج بتاعنا زي ما عودناكم بنناقش أهم القضايا اللي بتخص المواطنين وبتخص جموع الشعب المصري. والنهاردة احنا معانا يعني حلقة بتخص قطاع كبير قوي من الشعب المصري. النهاردة احنا هنتكلم في حلقتنا عن قانون التصالح، قانون التصالح على مخالفات البناء، واللي أثارت الكتير من التساؤلات ومواضيع كتيرة اتطرحت وتعديلات في القوانين، وكل واحد بيسأل طيب أنا يعني وضعي إيه في تصالح او ما فيش تصالح، او انا يعني قانون التصالح ده بيطبق عليا او ما بينطبقش عليا او كده. احنا النهارده حبينا نلم كل الموضوع في الحلقه بتاعتنا النهارده علشان نعرف اذا كان قانون التصالح ده هو عبء على المواطن ولا يعني في مصلحه المواطن. النهارده هيكون في ضيافتي معالي المستشار محمد جلال زيادة، مستشار بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي. النهاردة معالي المستشار محمد هيعرفنا كل ما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء. انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ويعني مشرفني النهارده معايا في الاستوديو معالي المستشار محمد جلال زياده، مستشار بالاستئناف العالي ومجلس الدوله وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو الجمعيه المصريه للقانون الدولي. معالي المستشار منورنا النهارده. بنورك يا استاذ، اهلا وسهلا بحضرتك، وبهنيك وبهني الشعب المصري كله بمناسبه احتفال انتصارات اكتوبر. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة طيب. والشعب المصري بخير ودايما ربنا حامي مصر، ودايما مصر في أمان، ودايما مصر فوق الكل إن شاء الله. اللهم آمين. معالي المستشار، يعني إحنا الفترة اللي فاتت دي كل الناس مفيش كلام غير على قانون التصالح، وأنا جوه التصالح ولا أنا مش جوه التصالح، طب أنا ظروفي 1 2 3، طب ده ينفع معايا أو ما ينفعش معايا، طيب النموذج اللي بيتجاب، طب إيه الخطوات القانونية، كتير قوي كلام كتير قوي، وفي ناس كتير قوي تايهه. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا جالي اكتر من تليفون واكتر من رساله عايزين نشرح باستفاضه قانون التصالح على مخالفات البناء. تمام. طيب في البدايه كده مع المستشار، انا حابب اعرف من حضرتك ايه هو قانون التصالح. بدايه في قانونين مهمين صدروا وكانوا يخصوا يعني فئة عريضة من الشعب المصري. تمام. أول قانون، القانون 144 لسنة 2017، ده الخاص بتقنين أوضاع اليد، وحقق نتائج هائلة. ناس كتير كانت واضعة يدها على أراضي وكانت صرف عليها فلوس كتير. تمام. اللي زارع، اللي عامل مشاريع، والدولة ابتدت تتعامل معاه وقننت وضعه. طيب يعني الدولة بتساعد الناس. بتساعد الناس. تمام. تمام يا ريس. تاني قانون صدر وفي مصلحة الناس، القانون 17 لسنة 2019 اللي هو قانون التصالح. تمام. المعدل برقم 1 لسنة 2020. تمام. القانون ده بيخدم يعني مش هنقول 100% من الشعب المصري، 99% من الشعب المصري. اولا المباني في مصر ما كانتش في حاجة بتنظمها، وخاصة في القرى. اكيد يعني بناء عشوائي. بناء عشوائي. تمام. جه القانون 119 سنة 2008 حب ينظم الموضوع ده. تمام. هو ألزم القرى ان اي حد داخل الحيز العمراني او داخل الكردون القرية ان هو يستصدر رخصة قبل البناء. طبعا ما حدش كان بيستصدر رخص،
يعني بطبيعه الارياف وقرارات القرى، هو اتعود ان ببني في مكان بيبني ممكن ارضه بيبني عليها لابنه او كده، بالظبط كده ارضي وببني عليها، فمصدرش رخص. ابتدت تتعمل قضايا كتير جدا للناس، تمام، وخاصه بعد التصوير الجوي. التصوير الجوي بقى يرصد اي مخالفه، تمام. فكان المنقذ للناس دي والحل الوحيد، انا كمحامي ما باجي احضر في قضيه زي كده انا ماليش حلول، ما بيتفعل عليه القانون 119 لسنة 2008، بطلب ندب خبير في الدعوة، بينزل خبير هيلاقي المبنى مقام، تمام، ماليش حيلة إن أنا أحاول أثبت إن المبنى ده مقام قبل 2008. فقانون التصالح جه منقذ اللي بنى بعد 2008 داخل حيز العمران، تمام، في القرية يقدر يتصالح. دي نقطة. النقطة إذن بيقنن وضعه، بيقنن وضعه، تمام، يعتبر خد رخصة للمبنى. يعني انا اسف لمقاطعه حضرتك مع المستشار، بس انا ليا طلب عند حضرتك. يعني احنا اهالينا برضو ناس بسيطه، يعني ارجوك خلينا خلي الكلام بالعاميه شويه، تمام، يعني انا عارف ان انتوا طريقه كلامكم باللغه العربيه الفصحى، انا استاذن حضرتك يعني خلينا بالعاميه عشان الناس اللي معانا، وعشان يعني ايه اهالينا البسطاء، يعني هدفنا نفيد الناس على قد ما نقدر، اكيد اكيد، ونوصل لهم المعلومه بكل يسر وسهوله. اتفضل مع المستشار. المنقذ للناس ان هي تقدم في قانون التصالح، باخد رخصه، بعد كده عايز اعلي، عايز اتعامل مع المرافق، يبنى ليا مبنى مش مخالف، مبنى معترف به، تمام. النهارده كانت قبل كده الناس كانت بتبني منتظره العشوائيات في الكهرباء عشان يروح يقدم يدخل عداد عشوائي. تيجي عايز تروح تاخد شهاده من الكهرباء ان انت ليك عداد وليه تاريخ معين، يقول لك العداد العشوائي ده مجرد حاجه تجاريه، بيركب لك عداد بتسدد قيمه الاستهلاك بتاعك، تمام. فانت النهارده بتستفاد من حاجات انما مش معترف بيه خالص، مالكش شهاده ولا ليك، يعني عايز تاخد شهاده بالعداد ده ان انت راكب لك عداد من تاريخ كذا، يقول لك العداد ده ملوش شهاده، ملوش اصل، ده عداد عشوائي، تمام تمام. طيب معانا المستشار برضو، يعني عايز اعرف الفرق بين قانون 119 لسنه 2008، تمام، تمام، اللي هو قانون البناء الموحد، وقانون التصالح اللي هو رقم 17 بقى 2019 المعدل 1/2020. ايه الفرق بين الاثنين؟ القانون 119 لسنة 2008، القانون ده نزل لوضع اشتراطات البناء، وجعل القرى ان هي ترخص زيها زي المدينة، استصدر رخصة، وفي حالة مخالفة القانون ده، القانون ده على فكرة بيسري على اللي داخل الأحوزة العمرانية وخارج الأحوزة العمرانية، يعني بيسري على الارض الزراعيه والارض المباني بالعاميه، تمام، ده في نطاق القرى، في نطاق القرى، ونطاق برضو معاليك لو اي ارض في المدن وخارج وداخل الحي، داخل الحي وبنى برضو بدون ترخيص، بينطبق عليه قانون 119 لسنه 2008. بس يعني فتره طويله قوي بين 2008 ل 2017 او 2019، لما الدوله بدات تاخد اجراء حسمي في الموضوع بالازالات والمخالفات والقواضي والحاجات دي، يعني الامور دي كانت بتمشي ازاي؟ معلش يعني هنبعد شويه، بس تمام. انا حابب اعرف الحته دي، الامور دي كانت بتمشي ازاي؟ الامور دي معاليك كانت كلها يعني ايه، يعني بيغلب عليها نقطتين، فساد المحليات والادارات الزراعيه. النهارده اي حد كان عايز يبني في ارض زراعيه كان بيتعامل مع المشرف، تمام، ويتعامل مع الموظف بتاع الجهه الاداريه اللي هو الفني بتاع الاداره الهندسيه، كل واحد موظف ماسك نطاق معين، تمام، بيتعامل مع المواطن وانه يتغاضى عن المخالفه بتاعته. طبعا كده مفيش قانون هيتنفذ، بالظبط. وبعد 2011 مع الثوره والانفلات الامني، المخالفات زادت، ناس كتير قوي بنت، يعني استغلوا انشغال الدوله بالظروف اللي هي فيها، وزادت بشكل عشوائي. لكن مكافحه المباني بدون ترخيص والمباني العشوائيه والقضاء على الرقعه الزراعيه، المفترض ان هو بادئ من 2008. ما انا بقول لحضرتك يعني مسافه طويله قوي، مسافه انت بتتكلم مثلا سي مثلا في 11 سنه ولا 12 سنه مش عارفين نطبق قانون. حضرتك مسافه الملاحه التنفيذيه تم اقرارها وابتدى يتعاملوا بالقانون 119، وابتدى الموظف اللي هو مع احترام الموظف بتاع الاداره الهندسيه الفني ده موظف معاه دبلوم، هو اساسا بيجهل بالقوانين دي، يعني المفروض الناس دي تاخد دورات تدريبيه لمتابعه الاحوال دي، تمام. انا كمحامي عشان افهم القانون بقراه مره واتنين، لكن ده راجل المفروض انه بيطبق عملي، المفروض ياخد دورات على الارض، بالظبط. لكن ما يعني كتير ما كانش فاهم يعني ايه قانون 119، ما كانوا بيجي يحرروا حتى المخالفه بتاع قانون 119، كان المفروض في حاجه اسمها
محضر ايقاف اعمال، يعني بيبعت لك انذار الاول ان انت توقف الاعمال بتاعتك، ما وقفتهاش بيعمل لك مخالفه مباني بدون ترخيص. تمام. ما كانوش عارفين كده يعني، حتى ناس كتير تمام. خدوا يعني مش عارفين براءات بالظبط. ناس كتير خدوا براءات في القضايا دي على اساس جهل الموظف بالقانون. يا خبر يا خبر، فمعليك ده لا يعني ده احنا كده في مشكله، ده احنا كده في مشكله بجد يعني وإحنا والله. واحنا قانون التصالح على فكره يعني هو بيحاول يعالج للمواطن قبل الدوله. انا النهارده لما اكون راكب عربيه ليها اوراق وليها رخصه احسن ما امشي بحاجه بدون تفرق اوراق تفرق وامشي طبعا مخالف تفرق كتير. واحس ان انا مخالف. تفرق كتير طبعا. عايز اقدم عداد كهرباء باخد جواب من الوحده المحليه ان انا مقنن وضعي، بروح اقدم عداد. باني دور واحد وعايز اعمل الدور الثاني طبقا للشروط البنائيه بستصدر رخصه للدور الثاني وببني الترخيص. بنحافظ على الشكل الجمالي يعني اشتراطات البناء وقوانين جديده احنا مش هنتفرع. يعني في الارياف انت ممكن تدخل شارع مفيش اي حاجه يعني، انت لو شارع 2 متر لا قدر الله واقل من كده، لو لا قدر الله لو حصل اي حاجه مفيش حد هيعرف ينجدك. مفيش عربيه اسعاف تعرف تدخل، مفيش لا عربيه حمايه مدنيه تعرف تدخل المكان. فمعليك احنا يعني اللي بيحصل مع قانون التصالح وتطبيقه مفيد على فكره للناس جدا، مش ضد المواطن ولا حاجه. طيب يعني انا هاجي لحضرتك هنتكلم في النقطه دي باستفاضه، بس انا برضو عايز اعرف يعني ليه الدولة في الفترة دي خاصة كده اتحركت؟ يعني احنا بنتكلم من 2008 تمام لسنة 19 ل 2020، او خلينا في 19. احنا يعني ليه الاختيار ده، او ليه في الوقت ده؟ انا هاجي لحضرتك يعني ايه هقول لحضرتك الدولة اتحركت ليه بتسلسل. اتفضل. معليك في 2008 قلنا اللائحة التنفيذية بتاع القانون نزلت بعدها يجي بسنة. تمام. يعني كان موجود القانون نزل ويجي اي حد عايز يرخص الموظف مش عارف يقول له ما عنديش لائحه، راح لمهندس التنظيم يقول له ما عنديش لائحه لسه ما وصلتش، لسه ما فيش اوراق، والناس كانت تجهل. تمام. كانت تجهل بكده. طب دي سنه مع المصري. تمام. دي سنه دخلنا معليك في الثوره. عندك حق. الازمه فساد المحليات عندك في القاهره هنا المناطق، انت عندك 9 مناطق اتمنع فيهم المباني مدى الحياه. مدى الحياه بسبب المباني العشوائيه. النهاردة انت عندك مكان مثلا نطاقه ضيق جدا واللي موجودين فيه من الاهالي يعدوا الملايين، انت هتقدم للناس دي خدمات ازاي؟ صحيح. هتعيش عيشة كريمة ازاي؟ صحيح. انت النهاردة يعني مضرور من الموضوع ده في التعليم والصحة في اساسيات الحياة. ايوه. انت النهاردة في الخدمات هخدم على كل ده ازاي في النطاق القليل ده؟ في مكان زي كده عندك مدرستين ثلاثة، ما هو طبيعي ان يبقى في 120 طالب في قلب الفصل. مظبوط. تمام. مظبوط. هي حاجات مبنيه على بعضيها، الدوله بتحاول يعني بترجع لورا، ان بترجع للماضي ان هي تعالج من الماضي مش تعالج من الحاضر. يعني والله والله يا استاذ محمد يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني بصراحه القياده السياسيه الحكيمه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني دي حقيقة يعني احنا شايفين على الارض بعينينا، انما يعني الناس برضو بتبقى في حتت صغيره كده بتزعل منها. يعني انا هرجع تاني لحتة ده في صالح المواطن ولا مش في صالح المواطن، بس انا عايز حضرتك تكمل. جينا في ايه المسافة دي كلها؟ جينا في 2011 انت في فترة تعتبر تمام. فترة انتقالية بتحاول تنجو بالدولة. الناس بقى كتير عديم الضمير ظهرت مساوئهم، اللي عايز يبني عمارة ويبيع ويمشي. اكيد وكانت يعني وده اللي احنا الناس بتحاسب عليه دلوقتي، وده اللي الناس بتحاسب عليه وتعاني منه دلوقتي. سواء في المدن او معلك في القرى. في 2017 كان مجلس الشعب بيناقش تعديل قانون الزراعة. تمام. قانون الزراعة ده من سنة كام بقى يا ريس اللي بيتعدل؟ من سنة 1966. 1966 ازاي؟ معدل في سنة 83. المواد العقابية بتاعته عبارة عن ايه؟ قضية التبوير. من سنة 66؟ من سنة 66 والتعديل بتاعه لبعض مواده سنة 83. شوف بقى معاليك انت في 2020 او تم التعديل في 2018. تمام. من 2018 لسنة 83. احنا بنتكلم يعني في مسافات طويلة قوي. مسافات طويلة. يعني مسافات طويلة قوي. النهاردة كانت يعني العقوبة اللي يبور ارض زراعية كانت العقوبة الحبس او الغرامة. تمام. الحبس او الغرامة. انا كمحامي كنت بحضر في قضايا تبوير، بحضر قدام القاضي كل طلباتي في اي محضر تبوير بطلب استعمار الرأفة. الرأفة اللي هي ايه؟ اللي هي الغرامة. القاضي بيحكم ب 500 جنيه.
ده لحد امتى؟ لحد اخر 2017 بدفع ال 500 جنيه، بورت ايراد، بورت اتنين، بورت تلاته، بدفع ال 500 جنيه اللي هو مش غرامه. فارق معاه، يبور الايراد غرامه انا ب 500 عارف، ويدفع الغرامه ال 500 جنيه انا ويبيعه خلاص بكام الف. فاهم اولها واخرها ايه. اه قضايا المباني، انشات بيت كامل بيتحكم عليا بالحبس او الغرامه، بدفع غرامه 10000 جنيه تمام، وابني في قلب دي اقصى زراعه، عقوبه ولا اقصى عقوبه اقصى حاجه 10000 جنيه؟ الحبس او يعني اه لا، خياري. اقصى حاجه في الغرامه تدفع كام؟ 10000 جنيه. 10000 جنيه المفروض كان اقصى حاجه 50000، كان المتداول 10000 20000. يعني احنا لا زلنا بنحاسب على القديم برضه. 2018 تم التعديل، اصبح الحبس وجوبي. تمام، وتم التعديل بقانون 7 لسنه 2018 لقانون الزراعه اللي هو سنه 66، واصبح الحبس وجوبي. العقوبه بتبدا من سنتين لخمس سنوات، ده في المباني، تمام. والغرامه من 100000 ل 2 مليون جنيه. طيب يعني بدأ الموضوع بدا يدخل، الموضوع يعني بيسن يتحرك قوانين قوية بالظبط عشان يوقف، من تمام اخر كده؟ من اخر 2017 عشان يوقف المهزله دي. انت اه النهارده طبعا لازم لازم الرقعه الزراعيه بتاعتك اه بتنقرض، لازم اه اللي هي عصب الحياه. تمام. طيب خلينا بقى في الحتة اللي هي مزعلة الناس. اتفضل. تمام، يعني انت حضرتك بتقول لي قانون التصالح ده في مصلحة المواطن العادي. تمام. طيب الناس مش شايفة كده. تمام. الناس مش شايفة كده، الناس شايفة ان دي بيوت بيجي لها ازالة، وده شقى ناس، وده تعب ناس، واللي سافر واللي عمل واللي ده عشان يعمل البيت اللي بيقويه هو واولاده او هو واسرته، وبتيجي الحكومة بتهدهوله. تمام. هل ان ده في مصلحة المواطن ولا عبء على المواطن؟ طيب احنا اتكلمنا في النقطة دي مع عليك. طيب انا انا النهاردة هكمل مع حضرتك، بس انا معايا تليفون. اتفضل. المهندس محمد صلاح. الو، السلام عليكم باشمهندس، ازاي حضرتك؟ استاذ سيد، اخبارك ايه؟ يا رب يخليك يا باشمهندس، كل ازيك يا سنة محمد؟ وحضرتك طيب بمناسبة اعداد 6 اكتوبر. اهلا وسهلا حضرتك. يا رب يخليك يا باشمهندس. مهندس محمد، يعني حضرتك عضو لجنة البت صح كده في المصالحات؟ تمام فندم، تمام. طيب انا يعني برضو يعني لما اعلنا عن وجود معالي المستشار محمد زيادة معانا، وقلنا ان احنا هنتكلم في تفاصيل قانون التصالح، جالنا كتير قوي من التساؤلات وكتير قوي من الرسائل والتليفونات، اللي حالات عايزة تعرف ايه وضعها جوه قانون التصالح. انا حابب اعرف من حضرتك حاجه. اتفضل يا فندم. طبعا في لجنه فنيه وفي لجنه بت، مظبوط كده؟ مظبوط يا فندم. طيب لجنه البت واللجنه الفنيه دي في طلبات التصالح، انا عايز اعرف ايه هي المعايير اللي بنختار عليها، اللي بتختار عليها لجنه البت دي لما بتيجي تفصل في طلبات التصالح. بما ان حضرتك يعني جوه المطبخ بقى. فاتفضل انا معاك. هو مبدئيا بشكر حضرتك جدا، وبشكر سياده المستشار محمد جلال انكم بتناقشوا موضوع مهم زي ده، لان بواقع خبرتي انا بشوف للاسف ان معظم المواطنين فاهمين القانون غلط. تمام. وللاسف برضو القائمين على عمل الملف، المهندسين الماشيين في الملفات والكلام ده كله، بيستغلوا عدم معرفه المواطن بالقانون وبالاشتراطات المطلوبه وبالحالات اللي ينفع تطلع عليها والحالات اللي ما ينفعش تطلع عليها. يعني في ناس يا باشمهندس بتستغل الموضوع اساسا. بالظبط. تمام. بالظبط. فهو استغلال مش كويس يعني. فاولا اللجنه الفنيه للبت في قانون التصالح، دي لجنه بتتشكل من الجهه الاداريه المختصه. تمام. وبتبقى عباره عن رئيس اللجنه، وده بيكون مهندس استشاري متخصص في الهندسه الانشائيه. تمام. بيكون معاه عضوين، عضو مهندس مدني وعضو مهندس معماري خبرتهم لا تقل عن 5 سنوات. بيكون معاهم برضو ممثل من وزارة الداخلية عشان حماية اشتراطات الحماية المدنية. تمام. طبعا القانون بيدي للجنة انها تستعين بما تراه لمعونتها، يعني مثلا ممكن استعين بحد من كليات الهندسة، المركز القومي. تمام. وما بيكونش ليه صوت يعني.
ده بالنسبه للجنه الفنيه. اللجنه الفنيه بيكون طبعا معاونه لينا في حاجه اسمها امانه فنيه، تمام، وده بتتشكل من قرار من رئيس الجهه الاداريه المختصه بذلك، بتكون بتتضمن رئيس مدير الاداره الهندسيه ومعاه حد من التنظيم ومهندس برضه من التنظيم. فدي دي بيعمل ايه؟ ده بيكون مهمته، بيستلم من المواطنين ملفات اتصال. المواطن بيقدم اول حاجه نموذج واحد، ان انا عايز اتصالح. نموذج واحد بيكون معاه صوره البطاقه وصوره بتثبت ملكيته للارض اللي عليها المخالفه، صوره العقد. بالظبط، صوره العقد. بالظبط يا فندم. تمام. طبعا بيدفع رسوم التصالح، وبعدين يتقدر له المخالفه بكذا، تمام، بيدفع 25% منها، تمام، وبعدين ياخد نموذج ثلاثه. طيب حضرتك بقى بتفصل ثلاثة. ازاي في الطلبات دي يا باشمهندس؟ ايه هي المعايير اللي بتحط عليها؟ انا بقول لحضرتك بقول لحضرتك واحده واحده. اتفضل. دلوقتي الامانه الفنيه استلمت من المواطن ملف اتصاله، تمام، بتديله نموذج ثلاثه، ده بيثبت ان هو قدم اللي هو دفع الجديه، عشان لو عليه قواضي ولا حاجه نموذج ثلاثه ده بيوقف اي دعوه قضائيه. تمام. بعدين بيبقى ليه فرصه 60 يوم بناء على تعليمات معالي رئيس الوزراء ان هو يكمل الملف دي. الملف بيبقى عباره عن رسومات معماريه وانشائيه، بيكون في برضه تقرير سلامه انشائيه عن حاله المبنى، بيكون في نوته حسابيه. عند حضرتك المبنى اعلى من 6 ادوار بنضيف تقرير فور وتقرير الطرق. تمام. كل الكلام ده كله الامانه الفنيه بتستلمه من المواطن وبتقدم لي تقرير ان الملف مستوفي الكلام ده كله، بتدي لنا نموذج 5. بعد كده انا كلجنه بث بتوجه للمعاين على الطبيعه، بنزل اعاين الاثار، بشوف تطابق الرسومات المعماريه اللي هو مقدمها الرسومات الانشائيه. تمام. بعمل معاينه سلامه انشائيه ظاهريه، بشوف برضو الاشتراطات اللي انا هحتاجها وانا بقدر المخالفه قد ايه، زي هي هل هي مدينه ولا قريه ولا عزبه، الشارع عرضه قد ايه، وبناء عليه بعمل اختار القبول لو هو ينطبق عليه اللي هو قانون التصرف. تمام يا باشمهندس، بشكر حضرتك على المداخله الجميله دي. يعني بصراحه انت يعني بينت لنا حاجات يعني المفروض ان هي ده شغلك وصميم عملك. مشكور يا باشمهندس على المداخله، وان شاء الله يكون لينا يعني وقت استفاضه بالموضوع، وان شاء الله تكون ضيف معانا زي ما قلنا لمعالي المستشار نستفيد من خبره حضرتك برضو. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا باشمهندس على المداخله. شكرا. طيب نرجع تاني مع المستشار لسؤالنا. القانون عبء ولا في مصلحة المواطن؟ تمام. هو القانون في مصلحة المواطن أولا، تمام، وثانيا عبء على المواطن في طريقة تنفيذه. عبء على المواطن في طريقة تنفيذه. تمام. احنا قلنا قبل كده ان سبب تفشي المباني على الأراضي سواء داخل الأحوزة أو خارج الأحوزة العمرانية دون ترخيص أو دون اللجوء إلى الجهات المختصة، تمام، جهل الموظف الإداري بالقوانين نفسها. بالظبط. نفس الشيء في جهل حاليا بقانون التصالح بالنسبة للموظفين. لسه الباشمهندس بيقول لك في ناس بتدخل بتستغل الموضوع غلط. بالظبط. يعني. ده في بعض الموظفين فاتحين مكاتب خارجية وبيعملوا الملفات، والملف ليه شروط معينة، بيعمل مجرد رسم هندسي ياخد فيه فلوس ويقول له قدم الملف. وأول أنت طبيعي ما بتقدم صورة البطاقة وصورة العقد وتدفع 25% بتاخد نموذج 3، مفهم المواطن الغلبان العادي خالص اللي هو ما ملوش دراية بالقوانين أن أنت بحصولك على نموذج 3 ده خلاص الموضوع خلص. موضوع خلص. آه. تمام. هو ده اللي تعب المواطن. لكن في استفادة المواطن بيقنن وضعه، عايز تدخل كهرباء، عايز تدخل مية، عايز تدخل تليفون، عايز تبني دور تاني، عايز تبني دور تالت حسب الاشتراطات البنائيه بعد كده. تمام. 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 عندك قضيه بتقف، عندك يعني انت بتستفيد منه من عده نواحي. طيب معالي المستشار برضو يعني احنا بنقول ان القانون في صالح المواطن. تمام. تمام. طيب انا برضو عايز اعرف من حضرتك يعني الحكومه عملت ايه؟
تمام. الحكومة عملت ايه عشان تسهل على الناس طريقة التصالح؟ تمام. اولا في حاجتين اتعملوا. اتفضل. اولا سهلت على المواطن طريقة التقديم. يعني في الاول خالص انت عشان تاخد نموذج 3 كنت بتقدم ولازم تستوفي الملف بتاعك كله. انت الوقت بتقدم بصورة بطاقة وصورة عقد ومعاك شهرين طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء ان انت تستوفي الملف بتاعك. تكمل تكمل الملف. تمام. بتدفع بس رسوم الجدية 25%. مظبوط. تمام. تاني حاجة الاسعار. اسعار قيمة التصالح تم تخفيضها. يعني انت النهاردة ما بتدفع 50 جنيه في المتر في قرية مش مبلغ. تمام. وممكن تدفع بتدفع في الاول 25% وبعد كده ممكن بتقسط على 3 سنين تدفع قسط ربع سنوي بفايده محدده من البنك المركزي. تمام. وتقريبا اللي بيدفع قيمه التصالح بالكامل بيتم خصم 20% او 25% بالزبط. تقريبا في نسبه كده بتتخصم بالظبط لو دفعت قيمه المصالحه كامله صح كده؟ بالظبط. انت النهارده انا بقول لحضرتك القانون ده شبيه بيه قانون 144 لسنه 2017 قانون تقنين الاراضي الصحراويه. ناس كتير استفادت. تمام. النهارده كان وضع يده يعتبر يعني شبه يعني خل على ارض الدوله حاجه شرعيه واخد حاجه مش بتاعته. النهارده معاه عقد اخضر من الدوله معاه حاجه وبيسدد شرعيه على سنوات. انت النهارده متستفيد. انت قاعد في بيتك وملكك. انت ما حدش بيبيع لك ملكك بس. تمام. انت النهارده بنيت بطريقه برضو غير شرعيه. انت بورت ارض زراعيه انت كنت بتاكل منها وانا باكل منها والشعب كله بياكل منها. مظبوط. طيب احنا كده قلنا ان نموذج 3 ده يعني الناس كتيرة قوي بتعتبر ان انا مسكت نموذج 3 انا خلاص كده انا في انا 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 يعني ايه نهاية الموضوع خلاص انا كده في الامان نهاية الموضوع. ده الكلام ده مظبوط برضو عشان الناس اللي بتتابعنا زي ما قال الباشمهندس محمد صلاح. تمام. نموذج 3 ده انت بتاخده بمجرد ما تقدم الطلب وتدفع ال 25%. نموذج 3 ده بيوقف لك السير في الدعوة لو في قضية بيوقف لك السير فيها. لو في حكم نهائي بيوقف لك تنفيذ الحكم. لو في قرار إزالة بيوقف لك تنفيذ القرار. بس بيوقفه لك مدة قد إيه؟ أيوة. بيوقفه لك 3 شهور لحين استكمال التصالح. تمام. وفي يعني هو مش بالقوة اللي الناس بتستعمل إن أنا خدت نموذج 3 أنا كده في بر الأمان. في النموذج المقابل ليه نموذج 12. آه. نموذج 12 ده الجهة الإدارية اللي هي لجنة البت بتبعته أو اللجنة الفنية بتبعته للجهات القضائية إن أنت الطلب بتاعك اترفض أو لم تستكمل التصالح. تمام. وبالتالي القضية بتشتغل. لو في قضية هتشتغل. لو في حكم هيصبح واجب النفاذ. لو في قرار إزالة واجب النفاذ. ده في حالة ايه بقى مع المستشار؟ يعني انا دلوقتي ما قدمتش. تمام. او قدمت لحد نموذج 3. تمام. عشان بس الناس يعني ايه حقيقي كل الناس اللي راحت قدمت زي ما حضرتك قلت بالعقد وصورة البطاقة. تمام. ودفعت ال 25% جديد التعاقد وخد نموذج 3. تمام. هو كده اصبح في بر الامان. لا بالظبط. لا خالص. بالعكس ده نعتبره مسكن. لمدة يعني انا عايزك تقول الموضوع ده باستفاضة يعني معلش عشان اهالينا برضو معلش يعني. انت بتقدم بتاخد نموذج 3 لو في دعوة بتقدمه للقاضي. القاضي بيدي وقف السير لحين الفصل في طلب التصالح ويكون ليه مدة معينة. وفي دفاتر حتى في الاحكام النهائية ما بتيجي تقدم طلب وقف تنفيذ للمحامي العام وبيوقف لك التنفيذ بيوقفه لك لوقت معين. خلال 3 شهور. بعدها ممكن النيابة هي اللي تخاطب الإدارة المحلية إذا كنت استكملت طلب التصالح بتاعك ولا لا. ما استكملتوش. أيوة. الحكم بيرجع واجب النفاذ عليك. كأن لم يكن. لا مش كأن لم يعني يكن. يعني كل اللي انت عملته. كأن لم يكن. إيقاف التنفيذ كأن لم يكن. يعني بيسرع عليك كل حاجة بقى من تاني. بالظبط. يعني حقيقي زي ما الباشمهندس قال في ناس كتير قوي بتتاجر بالموضوع ده. ده كتير جدا جدا. يعني في ناس كتير وده اللي تعب المواطن. يعني اللي تعب المواطن يعني مش هنقول 70% القانون. هنقول طريقة تنفيذ القانون عندك من ناس معدوم الضمير. حقيقي. لكن القانون بالعكس لصالح الجميع يعني الدولة والمواطن. قبل ما نناقش القانون المفروض نعدل الأخلاقيات. بالظبط. حقيقي والله. بالظبط. طيب بما ان احنا بنتكلم في المنطقة دي. تمام. وطبعا انا يعني عارف انا معايا القيمة والقامة معايا المستشار. عايز اخد رأي حضرتك في حتة ان هل المحليات هي السبب في اللي احنا فيه ده كله؟ بصراحة اولا
المحليات الفتره اللي فاتت كانت بعيد عن الرقابه، يعني ما لهمش رقابه. تمام. ازاي؟ ما عليك انزل منطقه زي فيصل، العمرانيه، الطلبيه، تلاقي شارع 6 متر وعماره 12 دور. صحيح، حقيقي. خدت رخصه بدور او دورين او 3 ادوار وباني 12 دور وكملت كله مخالف. وكملت كله مخالف. تمام. انزل مناطق القرى تلاقي مباني عشوائيه، يعني من بعد 2011 زي ما قلت لحضرتك الرقعه الزراعيه في مصر كانت يعني شبه بتنتهي، بتموت، انت بتحاول تحييها، بتحاول تحافظ على اللي فاضل منها. يعني عندك في القرى عندك جهتين، الاداره المحليه وعندك الادارات الزراعيه. تمام. وقسم اسمه في الاداره الزراعيه حمايه الاراضي. النهارده مشرفين كانوا مشرفين زراعيين هم اللي بيتحكموا في المباني وهم اللي بيسمحوا للناس يبنوا. بنسبه كام على المستشار؟ اللي حصل واللي الناس بتدفع فساد المحليات. بالظبط في المشكله دي. واللي الناس بتدفع ثمنه الوقت ده حقيقه، ده حقيقه. الناس بتدفع ثمنه الوقت، هنقول بنسبه 90%. 90%. تمام. هو كان يقدر يمنع. انت عندك احنا ليه بقى ما بنحاسبش الناس دي؟ معلش انا اسف المقاطعه، انما انا يعني الحته دي تعبانه انا شخصيا يعني. تمام. يعني ليه ما بنجيبش الناس دي بقى ونبدا نحاسبها على اللي حصل؟ انا حضرت واقعه كان في محاضر ما اتعملتش من 2011. تمام. وجت الرقابه الاداريه بعد التصوير الجوي وعن طريق محاضر الزراعه، لان بعد القانون 119 سنه 2008 بعد ما محضر الزراعه بيتعمل مباني على الاراضي الزراعيه، المفروض ان الزراعه بتخطر مجلس المدينه ان هي تفعل له قانون 119، تعمل له محضر مباني بدون ترخيص، بيتعمل له قضيتين، قضيه من الزراعه وقضيه من مجلس المدينه او الحي الهندسيه او الحي. تمام. الرقابه الاداريه جابت 1000 محضر. يا خبر. 1000 مخالفه. يا خبر، يا خبر. واتعملت المخالفات. بس النهارده انت بتعمل مخالفه، بتعمل محضر بعد ما بيمر على الدعوه الجنائيه بتاعتك 3 سنين، يعني الدعوه بتاعتك انقضت بكتير. الدعوه الجنائيه بتاعتك انقضت، يعني انت ضريت الدوله، اهدرت اموال الدوله، المفروض يبقى في عقوبه رضا عليهم. وقبل كده الناس دي المفروض يبقى ليهم زي اكاديميه يتدربوا ونعمل ورش عمل ونبدا نطور من الموظف. حضرتك بتقول للموظف اللي شغال مش فاهم يطبق القانون ازاي؟ طب هيساعد المواطن اللي جاي له ده ازاي؟ طيب هو بيساعد المواطن لمصلحته وبيستغل المواطن. طيب ما هو كده ما ينفعش، يبقى كده الناس من حقها ان هي تغضب. طبعا يعني الناس كده من حقها ان هي تغضب. الناس غضبانه النهارده، اللي عمل لي محضر، اللي سابني ابني وخد مني فلوس، هو اللي النهارده اللي بيعمل لي التصالح وياخد مني فلوس. صحيح صحيح صحيح. فالناس بصة للموضوع. هو الحلقه الضعيفه مع المستشار بالظبط، يعني الحلقه الضعيفه في الموضوع. لا، هو الطرف المواطن. هو الطرف الضعيف فعلا المواطن. المواطن الطرف المزعن زي ما بيقول. طيب يعني برضو الحاجه اللي عامله ازمه في مصر كلها، ايه الجديد؟ تمام. في التصالح. تمام. في الـ 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 العقارات. تمام. انا صاحب شقه او مالك شقه، مين هيدفع المخالفه؟ تمام. انا ولا صاحب العقار النهائي؟ النهائي. اللي قاعد في الشقه اللي هيدفع. اللي قاعد في الشقه، المقيم في الشقه. بس هو بقى ايه المفروض؟ ان انا بضمن حقي عند صاحب العقار، بنقبل اتحاد ملاك، بنعمل محضر في صاحب العقار، وبناخد صوره من المحضر ده بنوديه الحي. طيب والحي مش موجود يا معلم المستشار. ما عندكش حيله. طب انت لازم هتتصالح، انت قاعد في وحده مخالفه واصبحت انت الملك للوحده. انت ما بتعمل له محضر بتطرده قضائيا، ترجع عليه بقى التعويض اللازم. انما اللي بيفعل وبيدفع قيمه التصالح اللي قاعد في الشقه اللي هيدفع. وعلى فكره الموضوع ده اثار جدل كتير قوي. انا جالي 50,000 رساله بسبب الموضوع ده. بس انت لازم هتتصالح، اصل انت مش هينفع ما تتصالحش. والمشكله ان انت مرتبط بمواعيد، القانون ده نازل، القانون ده نازل بمدد. تمام. انت مرتبط بمده. تمام. لو المده عدت من غير ما تتصالح انت اصبحت مخالف. طيب خلينا بقى نتكلم في حته برضو، ما دام احنا فتحنا موضوع فساد المحليات، هو انا ايه اللي يضمن لي كمواطن رايح اعمل تصالح ان ما يبقاش في تلاعب برضو تاني؟ تمام. يعني انا ايه اللي يضمن لي كده؟ احنا زي ما قلنا اللي يضمن بقى ان ما يبقاش فيه تلاعب والتوعيه. زي ما الباشمهندس محمد صلاح قال كده، الناس بتاخد نموذج 3 وفاكره ان دي خلاص انا خلصت. لا،
انا خلصت. عندك بعد نموذج 3 بيتبعت لك نموذج 4 المفروض خلال شهر. لا، السيد رئيس مجلس الوزراء قال لك خلال شهرين تمام تكمل الملف بتاعك. تمام، كملت الملف بتاعك بيتعمل نموذج 5 ويترفع للجنة البت. لجنة البت بتفحص الملف، لقيت الملف مش متكامل بتبعت لك نموذج 6 ان انت تكمل الملف. تمام، لقيت الملف بتاعك متكامل بتنزل تعمل معاينة وتشوف اذا كان المبنى مطابق للرسومات الهندسية وشهادات السلامة الإنشائية الموجودة في الملف بتاعك، بتعمل لك نموذج 8 اللي هو الموافقة على التصالح. تروح تسدد تاخد نموذج 10. نموذج 10 ده بيتم اعتماده من المحافظ، وبناء عليه بتاخد تنقضي الدعوة بالتصالح، او لو قرار إزالة بيقف قرار إزالة بيقف وقف نهائي، تمام، لو حكم بيتم إيقافه نهائي. فمرحلة طويلة جدا. فالمفروض اللي بيقدم، انا بتابع اجراءاتي وبتابع اجراءاتي لحد فين. ما هي الناس بتستغل ده غلط بقى مع المستشار اهو، ما احنا يعني هو بيروح ياخد منه صورة العقد ما دور ومش عارف دور ايه بقى وانا كده خلاص النموذج دور في ايدك انت كده في دور حضرتك يا سيد بيبقى، او دورنا احنا كمحامين حتى وسط اهالينا وناسنا التوعية. اكيد ان احنا اكيد، يعني ضعاف النفوس اللي بيتعاملوا في حاجة زي كده. لكن هو يعني الناس هو لو راح مش مستحملة خالص. هو المواطن لو راح وسأل رئيس اللجنة الفنية مش هيقدر يقول له غير الكلام ده. لو راح وسأل عضو من اللجنة بتاع البت، بتبقى موجودة في الأحياء، موجودة تمام وليها مقر وبتيجي أيام محددة في الأسبوع عشان تفصل. تمام تمام تمام. المفروض يعني إيه الناس تحاول تتعامل بقى، يعني إيه أنت جربت الموظف ده وضرك وأذاك وخد منك فلوس وسابك تبني. يعني أهالينا يا محمد بيه، أهالينا يعني الناس بتتعامل بعفوية وبتتعامل بطيبة، دورنا خاصة في 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 القرى تمام والأرياف. كلام حضرتك يعني صح، بس احنا دورنا التوعوي هو اللي يأمن. أصلا النهارده أنا كدولة أنا نزلت لك القانون، في تسهيلات، قلنا في تسهيلات في طريقة التقديم، في تسهيلات في الدفع، القيمة نفسها قيمة التصارح قلت. تمام مظبوط. طيب يعني احنا عمالين نتكلم في حتة، وحابب أروح حتة تانية بقى خالص. يعني كده كويس. احنا بنتكلم إن أنت تعمل مخالفة تمام وتروح تتصالح تمام فالدنيا تمشي. فاحنا كده بنرجع تاني، يعني هل ان القانون ده قانون التصالح بيشجع على المخالفة نفسها؟ لا، القانون ده مرتبط بفترة معينة. المخالفات اللي هي قبل اللي هي خارج الأحواز العمرانية تمام تكون قبل 22/7/2017، والمخالفات اللي داخل الأحواز العمرانية تكون قبل 8/4/2019. هم دول بس اللي بينطبق عليهم قانون التصالح. طيب ال 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 القيمة، قيمة التصالح، قيمة التصالح احنا قلنا الكرة 50 جنيه. تمام عامة. عامة. والسيد رئيس مجلس الوزراء برضو كان في كتاب، غالبا كتاب دوري بالاسعار، وفي جدول بالاسعار. يعني مثلا اللي داخل الحيز العمراني بيبقى حسب عرض الشارع، وفي جدول في كل حي نازل بالاسعار. تمام تمام. النهارده برضو في موظفين بيجهلوا الكلام ده. انت ممكن تروح وحدة محلية او حي وتقول له انا عايز اتصالح، زي كان بيكلمني حد من شبرا، انا عايز اتصالح، قالوا لا اصل انت مقدم قبل ما الاسعار تنزل. ازاي يعني مقدم هو ده قبل الاسعار ما تنزل؟ ده قانون. يعني انت المفروض ده قانون، هو يعني بيسري عليه، بيسري على الكل. انا تبع قريه يبقى انا بدفع في المتر المفروض 50 جنيه، هدفع 25% في بدايه التقديم. طيب انا بقى جالي كميه اسئله لما اعلنا عن الحلقة تمام. ويعني ما شاء الله يعني الناس واحنا ان شاء الله جاهزين، يعني عندها ثقة جامدة فيك وفي خدمة اهلنا ان شاء الله. يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك. انا 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 عارف انت بتعمل ايه من 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 غير ما اقوله للناس. يعني سريعا كده، سريعا هقول لك كام حالة وتقول لنا ظروفهم ايه. يعني مبدئيا اللي عايز يعني شخص بيمتلك ارض مسجلة بالشهر العقاري ومحاطة بسور ما يسمى بكردون مباني تمام. وضعها القانوني تمام. ده في حالتين ممكن يعمله. اولا السور ده لو مبني بدون ترخيص اكيد ليه قرار ازاله ينفذ ويزيله ويرخص. يزيل السور ويرخص ويرخص عشان تمام. الناس بس اللي بتتابعنا. لو قدم تصالح على السور والتصالح حتى اتقبل وجي بعد كده عايز يهد السور عشان يبني تاني، يعمل له قرار، يعمل له رخصه هدم. تمام، يعمل رخصة هدم وبعد كده يرخص القطعة. يرخص القطعة تمام. طيب حد برضو بيقول أسطح التصالح على الأسطح والأدوار الزائدة في العقارات.
بيتم عليها التصالح ازاي؟ بيتم عليها التصالح وبتقدم طلبك وبتستكمل ملفك، بس في قيد واحد ان انت ما تتجاوزش ارتفاعات قيود سلطه الطيران المدني. تمام. الطيران المدني له حدود ارتفاعات معينه، اهم حاجه ان انت ما تخطيش الارتفاعات دي. طيب حد برضو بيسال بيقول اللي مش هيتم التصالح في مخالفات البناء ايه وضعه؟ احنا قلنا بقى نموذج 12 اللي هو قدم الطلب وما كملش تصالح. نموذج 3 ولا نموذج 12؟ لا ده اللي هو ما كملش التصالح بتاعه بيتبعت نموذج 12. قلنا للجهات القضائية اللي هو يعني مسك نموذج 3 وقلبه جبت من الاخر كده بالبلدي. صح كده؟ تمام. فاللي ما قدمش خالص مش هيستفاد بالمزايا بتاع القانون. طيب برضو جاي لي سؤال، اللي عنده مخالفة بناء بعد 2017، اللي عنده مخالفة بناء مخالفات البناء بعد 2017 ايه ظروفها؟ احنا قلنا 22/7. تمام. ده قانون بيقول كده، ده قانون. تمام. 22/7/2017 دي نهاية اللي هو ينطبق عليه قانون التصالح خارج الأحوزة العمرانية. داخل الأحوزة العمرانية 8/4/2019. طيب أنا معايا تليفون، معايا مين يا جماعة؟ ألو؟ أيوة يا فندم. أستاذ طارق عبد الله؟ أيوة يا فندم، إزيك يا أستاذ؟ إزي حضرتك يا أستاذ طارق؟ اتفضل. اتفضل يا أستاذ طارق. أستاذ طارق عبد الله اسكندرية؟ أيوة يا فندم. اتفضل يا أستاذ طارق. إزيك يا أستاذ؟ برحب بحضرتك وبرحب بالأستاذ محمد جلال. أهلاً وسهلاً بحضرتك يا أستاذ طارق. أهلاً يا أستاذ، إزي حضرتك؟ ربنا يخلي حضرتك. عندك سؤال لمعالي المستشار؟ حضرتك يا المستشار محمد بحتاج لحضرتك. اتفضل. استاذ محمد، لو في حد اعطان مبنى 27/7/2017 ولم يحرر ضده اي مخالفه، كيف يثبت انه اقام المخالفه اثناء هذا التاريخ؟ تمام. شكرا يا استاذ. حاجه ثانيه يا استاذ طارق عايز تستفسر عليها من معالي المستشار؟ ربنا يخليك يا سيدي. شكرا استاذ طارق اسكندريه. شكرا مع المستشار، يعني نرد في عجاله معلش عشان وقت البرنامج النهارده. لو هو بيقول لو هو قام بالمخالفه ومفيش محضر متحرر ليه، هيثبتها ازاي؟ بيثبتها حضرتك يا اما بوصل كهرباء او وصل ممارسه كهرباء لو موجود. تمام. ايصال ميه. هو بنى وما تحررلوش مخالفه. ايصال تليفون. تمام. ايصال انترنت. عقد ايجار لو تم التعامل على وحده في البيت، ده عقد ايجار مثبت التاريخ يثبت ان هو فيه. عقد بيع عليه دعوه صحه توقيع. تمام. موثق. تمام. تصوير جوي، بيجيب شهاده من التصوير الجوي ان المبنى ده موجود قبل التاريخ ده. تمام. يعني مع المستشار انا يعني انت نورتني وشرفتني النهارده. ويعني انا كان نفسي وقت الحلقه يكون 5-6 ساعات، لسه عندي كميه اسئله من الناس. إن شاء الله. بس ارجوك ان يعني برضو عشان خاطر المشاهدين واهالينا احنا هنرد على صفحة البرنامج وناخد وعد من حضرتك قدام المشاهدين ان احنا يبقى لنا لقاء تاني مع حضرتك نرد على كل التساؤلات دي. يشرفني ويسعدني طبعا. ربنا يخليك. اتمنى ان احنا نكون وصلنا المعلومة على قد ما نقدر يعني باذن الله. ان شاء الله. يعني اتشرفت يا جماعة النهاردة بحضور المستشار محمد جلال زيادة، مستشار بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي. مع المستشار نورتني وشرفتني ووعد منك بلقاء تاني ان شاء الله. ان شاء الله. يشرفني ويسعدني. كل سنة وحضرتك طيب وشرفتنا مع المستشار. كل سنة وحضرتك طيب. بس أحبائي المشاهدين، دمتم في أمان الله. كان معكم سيد يوسف.